لسه سهرتنا في راس السنة مستمرة، ولسه بنحتفي وبنحتفل مع حضراتكم، بنحتفل بعام مضى، وبنقول يا رب العام الجديد يكون عام جميل على مصر كلها إن شاء الله. وفي الفقرة ديت في راس السنة الحقيقة معايا إنسان جميل وفنان عظيم، أستاذ رائع في فن التمثيل، يتعامل دايما مع الفن بحب واحترام، ولما بيجسد أي شخصية بيعبر عنها فعلا ببراعة وفن. تشوفه شرير تصدقه، طيب تتعاطف معاه، قليل الحيلة يصعب عليك، في كل أدواره لازم يسيب علامة مميزة. النهاردة هو معانا مش بصفته بس نقيب الممثلين، ولا بصفته ممثل من طراز خاص في كل الشخصيات اللي قدمها، لكن بصفته أيضا أب أو أبو البنات، أبو مايا ومريم. الفنان الجميل أشرف زكي اللي في عام 2023 حصل على أرفع جائزة تمنح لفنان، الحلم اللي بيحلم بيه كل إنسان وكل فنان إنه يكون في تاريخ حياته المهنية جائزة الدولة التقديرية، حصل عليها دكتور أشرف زكي هذا العام في 2023. هو معانا النهاردة، ومعانا مفاجأة جميلة جدا، بنته الجميلة مريم. ربنا يخليك، كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب، ويعني سنة جميلة عليك، ويا رب 2024 تبقى فيها كل حاجة حلوة ليك يا رب. خلي بالك أنا عيد ميلادي أصل 29 ديسمبر، كان أول امبارح يعني. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ده العيد ميلاد 30 أظن. يعني 30 30. أولا أنا يعني عشان أنت نورتينا النهاردة، اسمحي لي أنا جايب لك بوكي ورد وأقول لك كل سنة وانت طيبة. ميرسي وحضرتك، وسنة سعيدة عليكي. ويا رب الورد يعجبك. ميرسي. ويعني دي هدية بسيطة من برنامج واحد من الناس للدكتور أشرف زكي. شكرا. يعني على كل حاجة حلوة عملتها في عام 2023، وعلى يعني ما هنتكش بجائزة الدولة التقديرية، فقلت النهاردة استغن لها فرصة في رأس السنة إن أنا أقول لك كل سنة طيب وألف مبروك. شكرا.